وقت اللي يكونوا صغيراتنا هما الضحية ما نجمو نحكيو عليهم كان كل جمعة، خاصة بعد الحادثة اللي هزت الرأي العام وصارت قضية رأي عام الكهل اللي قاعد يبتز في صغيراتنا والعائلة اللي فضحتوا على السوشيال ميديا. اليوم نلقاو العائلة هذيك ولدهم قاعد يتعرض للتنمر، قاعد بين قوسين وبلغتنا الدارجة منعوت بالصبع. اليوم حاضر معنا الأستاذ أحمد الغربي، نحبوا نفهموا. حكينا الجمعة اللي فاتت مع الأستاذ أنس العويني وحاولنا نوعيو الناس شوية بخطورة الإنترنت والكل، أما اليوم حابين نحكيو زادة قانونيا أستاذ شنو ينجموا يعملوا العائلة هذية، وين وصلت الحكاية خاصة بعد معناها القضاء دخل على الخط، كيف كيف وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أيضا دخلت على الخط. مرحبا بك قبل كل شيء. أهلا بيك شحوالك سمية، تحياتي ليكم. لما حالة ديما كما ديما نعاودك نفس الحكاية، كنا في الجمال وفي الجو وفي الماكلة توا في القانون وفي المشاكل. على كل حال الحادثة هذه هي حادثة راهي فيقتنا على حاجة احنا ربما طرحت حتى بحذاك لهنا، كنت تفكرش في الكرسي هذاك. سمية جبدنا قلنا راهو فما خطر كبير اسمه التليفون والانترنت للصغار والفيسبوك، حكيت فيه الموضوع كنت راه وقتها بحرقه حكيت فيه. لاني نعرف شنو وراء التليفون. انت توا يجي واحد يقول لك انا ولدي مسيطر عليه، شده في الدار ما يخرج، لخلط لزمارة وهو يخالط في العالم كله وفتحت في الدار. دونك هنا الوضعيه هذيا هات نرجعوا ساعه لقضيتنا ساعه. القضية هذه هي الحمد لله فما امرأة فاضلة اللي هي عملت عملية معناها متاع كشف للسيد هذايا كما تبعنا الناس الكل، لولاها هي راهو ربما كانت الضحايا أكبر. صحيح. وزارة المرأة دخلت على الخط وقامت قدمت شكاية في المحكمة الابتدائية، والشكاية هذه توا قيد البحث لأنه السيد يبدو لي أنه البرأ. الجرائم اللي صارت جرائم كبيره ياسر، احنا عندنا جريمه التجار بالبشر، جريمه المتعلقه بانظمه المعلومات والاتصال، جرائم هذوما كل جرائم خطيره، عقوباتهم 10 سنوات وخطايا كبيره ياسر، عندنا جرائم تحرش جنسي، عندنا معناتها جرائم كبيره. اليوم السيد كما قلنا يبدو لي انه خارج تراب الوطن، البحث تو يجيب ربما حتى كان مش يصدر فيه. قانونيا استاذ حق العائله هذه اليوم خاصه اللي بعد صغيرها معناها وقاعد يتعرض للتنمر مع من زملائه اليوم، ولا حتى ما عادش يمشي يقرا اليوم، قانونيا العائله هذه كيفاش تنجم تسترجع حقها؟ هو والله تو شوف هذه مشكله من المشاكل اللي تخلي القضايا هذه حساسه. انت برشا تو يتعرضوا لاعتداءات ويتفضل ساعات العائلة أنها تطفي الضوء على الموضوع لا لشيء لأنها تخاف على المستقبل نتاع الطفل. وساعات معناتها تلوم عليهم وساعات ما تلومش. وإحنا ما نحبوش نوصلوا. كل قضية كل حكاية تصير نفضحوها معناها يلزمها باش تنقص الظاهرة، يلزمها تتفضح. لكن هاك ترى مثلا طفل كيما هذا ضحية. ضحية هو عمل مجهود باش أنقذ بعده برشا عباد، لكن هو قاع ضحية. هما توا التنمر والحكاية هذه الكل عندهم الحق باش يشكيوا، لكن المشكل الأساسي هو شكون باش معناتها باش يحميه. توا خذاوه في تعهد نفسي يبدو لي معناتها الوزاره خذته في تعهد نفسي، لكن اليوم فما نقطه لازمنا نقف عليها الناس كل. راهو عندنا مده توا نقولوا نحن الايامات هذه 4 5 ايام، انت كان سمعتش عن البارحه تلميذ مراهق ضرب تلميذ بحركه معناها في جنبه تسببت في وفاته، مراهقين الزوز. قلت البارح ولا عند 3 ايام الاستاذ تم طعنه في القسم. والكلهم من المراهقين والكلهم اطفال بين 15 و17 للاسف. انا نطرح نقطه استفهام، احنا علاش الوقت هذا بالذات كثرت الجرائم هذه؟ هي موجوده راهو عندها مده موجوده، لكن توا كثرت. انا تحليلي الشخصي احنا قش عنا من في رمضان، عنا تقريبا جمعتين اقل شويه، شكون نتفرجوا في رمضان؟ شنو المسلسلات نتفرجوا فيها؟ انا اليوم نسمع في اذاعه خاصه في ديوان فهم ماني نقولها معني فهمني، نسمع في ناطق رسمي باسم محكمة يقول ايه احنا شدينا بعض الشباب اللي يعمل في حاجات اللي شافوها في بعض المسلسلات في رمضان. وهنا نقف ونقول هذه مشكله من المشاكل الكبيره نحن في معناتها مسكرين عليها. معناها استاذ اليوم نحملوا المسؤوليه للدراما جزء من المسؤوليه،
راني نقولها وانا على مسؤوليتي زاد، انا نقول لك على مسؤوليتي، جزء من الدراما اللي شفناها في رمضان سبب في اللي حاصل تو، تو انت هاني قلت لك احنا عندنا تو اقل من جماعتين، وجي يخرج لك ناطق رسمي باسم محكمه الصباح في راديو ويقول لك راهو الشيء هذا احنا رانا شفناه طبق، رانا شفنا فما مشاهد شفناها طبقت في الواقع، اش مازال بعد هذا الكل؟ اش مازلت تنجم تقول هالدراما هذه اللي تسجل كي استنتاق الصغيرات يقول لهم معناها رانا احنا نتفرجوا في طرز ليه انت فما شين مثلا مشهد نتاع اغتصاب بين قصر ولا بين كذا، انت تشوف وتراه ولا يتبث حتى بالتلميح يا تراه في الواقع في ارض الواقع صار هاك ترى، تقول لي انت فما كلام يقول لك ليت يا وشوفوا فيهم في القنوات الاوروبيه وشوفوا فيهم، لا لا ديما يقعدوا في مخاخنا نحن ذوكم ساعه اوروبيين ماهوش نتاعنا مش مجتمعنا، ديما في مخاخنا معناها حتى اللغه اجنبيه مش برشا يتفرجوا، اما كي تونسها تردها تونسيه هنا راهو خطر وخطر كبير جدا جدا جدا. استاذ انا ما نحبش نحمل المسؤوليه معناها لاي عمل درامي فار انا نحمل سمية نحمل لك علاش انا مانيش معك برشا استاذ هوني، انا نحمل اليوم مسؤوليه لي بارون، سامحني انت توا كمخرج والا قناه والا منتج نتاع عمل درامي معناه قاعد يتناول في قضايا والقضايا هذيك موجوده في بلادنا من قبل وهو سلط عليها الضوء معناها من جديد، انا ما نجمش اليوم نحمل الصغير هذاك نقول كان يتفرج في المسلسل هذاك وعمل هكاك، لا انا زاد هوني نحمل لي بارون اليوم لي بارون اللي انا زاد نخليهم معناها يكونتروليو صغارهم شويه، اليوم راهو صغيراتنا متسايبين، اليوم صغيرنا سامحني انا نلقى صغير عنده تيك توك، انا تو عملت تيك توك، تو عملت انستغرام وهاني سامحني عمري مش لازم نقول على عمري فهمني، اما نحكي لك اليوم تلقى صغير عنده تيك توك عنده انستغرام عنده فيسبوك عنده فلور عنده وحبيت وفانز ودنيا، معناها انت هوني كبارون علاش هذوما الكل ما تنحيهمش لصغيرك سامحني؟ نمشي معك، انت تعرف توا نحن فما حاجه تسمع بها حرب الجيل الخامس ولا لا؟ فما حروب في العالم كانت حروب بالفرسان والسيوف بعد ولينا قنابل بعد، احنا خلطنا اليوم حرب الجيل الخامس اللي هو حرب نتاع الاعلاميه هذه وحرب البث السموم على طريق الفيسبوك والانستغرام والتيك توك، هي سموم تبث الى اطفالنا به هالسموم هذه لازمنا نحن نحصروها ونشوفوا حل من الحلول، في بالك ان فما دول ممنوعه التيك توك وممنوعه الفيسبوك ممنوع الانستغرام، معناها ساعات تقول انت لا هذا ما يجيش وفي وقت ما تقول لا عندهم الحق لانهم يحبوا يحميوا، انا قبيل حكيت لك على الدراما راهو الدراما تو سيكونس تشوفها في تيك توك ولا تشوفها في فيسبوك تشوفها في كذا، تنجم ولدك ربما تتحكم فيه راهو تنجم وحدك تتحكم، اما تنجمش تتحكم فيه وهو يشوف في مشهد تمثيلي اللي توانسه كل حكيت عليه يشوفوا وما يحبش يطبقوا، في وقت ما سميه راي البرامج والقنوات التلفزيونيه وانا راني في قناه التلفزيون مش نحكي على اما نحكي لك بصوره عامه، راهو نلقاو الفنان اللي تشد على ترويج مخدرات ولا كذا يخرج بطل ويتبجح يقول انا راني قعدت في البيت الفلانيه رقم كذا وراني كذا وكذا، في وقت ما معناتها هذوما الناس اللي ما عملت جرائم يخرجوا ابطال ويقول لك الحي روح وتولي معناها غاغاني هذا شنو المراهق راهو مش كيفي انا وياك معناتها كيفي انا يا سيدي ينجم يخمم وينجم يركز ويقول لا يلزمني ما ناخذهمش اكزامبل، لا المراهق راهو يشوف فيهم ابطال، يقول لك الثنيه هذيك نتاع المخدرات تردني كيفو هو، الثنيه هذيك نتاع الحبس تردني كيفو هو، راهو ردوا بالنا لازمنا المحتويات اللي قاعده تتبث لصغارنا ردوا بالنا منها، وانا راني قلت لك راهو مش قاعد نقص من الاعمال الدراميه والتصور في الواقع على تصوير الواقع في اطار استاذ نختموا بها، هي تحكي لي قانونيا انا هون كيفاش نجيب حقي؟ قانونيا طبعا احنا السيد اللي حكينا عليه الاولاني بالكل السيد الاولاني اللي حكينا عليه بالكل هذاك فما شكايه صارت وهو يتبعوه واذا معناها فما بطاقات جلب دوليه وفي القانون فما حاجه اسمها تسليم بين الدول، ديجا فما اتفاقيه نتاع حقوق الطفل، الدول الاطراف هذه تتعاون باش كان فما اشكال كيما هذا يتم معناتها التعاون بيناتهم حمايه الاطفال. احنا اللي صار كبير ياسر حدث كبير لازم معناتها يصير طلب تسليم والشخص هذا اذا هو معناها تونسي وتتوفر فما شروط تاع التسليم يتم تسليمه. فيما يتعلق بوضعيات اخرى احنا توا هذي راهو مثال من امثله نلقاو راهو توا حتى في لي ريزو سوسيو نلقاو استقطاب وتحرش وكذا، هذا الكل لازم العائله تقف وتشكي، انا نشجع كل عائله كما عملت الام هذه منعت برشا صغيرات لازمها يمنعوا صغيرات
اخرين انه اللي يشوف وضعيه كيما هذه ولا يشك ولا فما ابتزاز ولا كذا يراقب ولده، وكل المراقبه هذيك لازمها تهز انك تشكي في المحكمه وتاخذ حق ولدك وراه هو بالسكر. فما اطفال اخرين ما عندهمش حتى ذنب باش انت تمنحهم كيما منعت ولدك. في كل في ملخص الحديث ما تخافش، معناها امشي للمحكمه، لا ما تخافش ما تخافش. والصغير اللي معناها القانون معاك بالطبيعه، والصغير هذا اللي صارت له تنمر وكذا اي حد معناها تعرض له ولا كذا لازم حتى امه تشكي هي، خاطر هو معناتها ضحيه. واحنا في تونس مالوريزمون ساعات نخزر له ضحيه كانه جاني وتولي فيه تيكه. انا رغم هذا الكل نقول لكم مشيو خذوا حقكم، خاطر البلاد هذه ما تصلحش هكاك. راه تحب نصلحوها البلاد هذه يلزم الناس كل ناقف وكل واحد يشوف حاجه غلطه يقفلها، مش يخلي هكاك يقول لي انا اخطا راسي واضرب. انا وصلنا للمرحله هذه لانه فماش مراقبه، العائله ماش عندها وقت تقول يلموا البو، زاد يلموا البو اللي يروح معناتها قابل العشيه بالليل ما عندوش حتى وقت، يقول لك نعطي لولدي التليفون ونرتاح باش نرتح مخي شويه معناها. فهمتني؟ شكرا لك استاذ، يعطيك الف صحه، نورتني، ميرسي بوكو. حبيت نستدعاك باش تفطر بحذينا لك فطورنا شويه. المحل هنا راهو كان خلطتوا عليا باش نمشي ناكلوا معناتها. تفضل. بالعكس انا برا بحذا شايف نبيله وكذوق السلايده. احنا مازلنا مواصلين معكم في نهارك زين، مرحبا.